السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو عن مواعيد مباريات دور نصف النهائي كأس السوبر الاسباني 2023، طبعا بيتلاعب في السعودية. عندنا اول مباراة هتكون ما بين ريال مدريد وفالنسيا، المباراة هتكون يوم الاربعاء 11 يناير 2023، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. المباراة هتكون على استاد الملك فهد. تاني مباراة هتكون ما بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم الخميس 12 يناير 2023، المباراة هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، والمباراة هتكون على استاد الملك فهد. دلوقتي هنتكلم عن ميعاد مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2023، بس قبل ما نتكلم عن ميعاد المباراة هنتكلم عن شوية معلومات كده عن كأس السوبر الأسباني. اتأسس سنة كام؟ سنة 1982. الفريق اللي فاز بالنسخة السابقة من كأس السوبر الأسباني 2021-2022 هو فريق ريال مدريد. فريق ريال مدريد كسب الكأس 12 مرة، لكن الفريق الأكثر تتويجا هو برشلونة، كسب الكاس 13 مرة. ونظام الكاس ده بيكون ايه؟ أول ما تأسس الكاس سنة 1982 لحد سنة 2018 كان نظام الفرق هم فريقين فقط بيلعبوا مباراة، واللي بيكسب منها بيكسب الكاس. أما من سنة 2019 لحد دلوقتي نظام البطولة هو 4 فرق، يعني دور نصف نهائي، مباراة ومباراة، اللي بيكسب من المباراة دي والمباراة دي بيلعبوا بعض اللي هو النهائي، وطبعا اللي بيكسب بيكسب الكاس. اما ميعاد مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 هيكون يوم الاحد 15 يناير 2023 على استاد الملك فهد. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، اتكلمنا عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر الأسباني 2023، واتكلمنا عن معاد مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني 2023، وطبعا قلنا انها بتتلعب في السعودية، بطولة كأس السوبر الأسباني. ويارب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان اوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.